هو أنا عندي سؤال، هو طيب أنا دلوقتي يمكن أتفق معك في حاجات كتير، بس ماذا بعد السيسي؟ يعني مثلا السيسي لو مش أنت ضامن إن حد، يعني أنا عارف إنه خارج سيادة الحلقة وأنا بعتذر، بس ماذا بعد السيسي؟ أنت ضامن إن الجيش والشرطة والدولة العميقة لمصر تقف مع أي رئيس مثلا هيجي بطريقة ديمقراطية؟ أنا ما أعتقدش ده. أنا ما بصدرش يأس، بس أنا بقول لحضرتك ده بعيد اللي أنا شايفه. أنا مش جاي نظر ولا بتاعنا، يمكن حزب كندا ولا كده، بس أنا اللي أنا شايفه، أنا مش عايز أقول ما فيش أمل، بس يعني الدنيا صعبة جدا يعني. بشكرك جدا يا عبد السميع. الحقيقة أنت بتفكرني بيوم 24 يناير 2011، كان في ناس بتكلمني وبتكلم زمايلي اللي كانوا نازلين الشوارع ضد ديكتاتور بيحكم بقاله 30 سنة مش 9 سنين، وكانوا بيقولوا لنا انتوا ضامنين هتعملوا ايه، ضامنين مبارك وايه اللي هيحصل ومش ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل دي مش بتاعتي، اللي هيحصل ان الشعب لازم يتكلم، ان الناس لازم تاخد حقها، ان النظام ده لازم يمشي. يا عبد السميع ما بقاش ينفع ان احنا نصبر ونستنى ونشوف البلد بتتخرب في الديون وبتغرق وسد النهضة والنيل بيروح وتيران وصنافير ومش عارف كذا، ونقول أصله لو مشي هيحصل إيه. لا، هو لازم يمشي، هو النظام ده الحقيقة لازم يمشي، دي الحقيقة اللي أنا كده شايفها ومؤمن بيها زي ما أنا كنت سامعة كنت بتتكلم معي. حلقة النهاردة يا دكتور بتتكلم عن الدواء مش كده، والأستاذ اللي هو بيقول لك لا السيسي ده لو مشى هيجيب مين؟ يا أخويا خليه يروح بس ويجي اللي يجي، مهما كان اللي هيجي متهيئ له هيبقى احسن منه 1000 مرة. مش عايزين احنا، مش عايزين. في حاجه تانية، الدواء ايه ده؟ الدواء راح في 60 نصيبة. بعد عنك يا دكتور اسامه، انا كنت بجيب، انا مريضه كانسر يا دكتور اسامه، انا مريضه كانسر. الف سلام عليك. الله يسلمك يا رب ويخليك. انا كنت بجيب علبه دواء ب90 جنيه، النهارده بقى ب160 جنيه. حبوب الضغط كنت بجيب العلبه، العلبه الضغط ب42 جنيه، بقت ب76 جنيه. يعني الدواء ايه بقى اللي احنا مش عارفين نجيبه اصلا، واحنا لا لنا تامين يا دكتور اسامه، خلي بالك، لا لنا تامين ولا لنا معاش ولا بناخد من الدوله ولا جنيه واحد، ولا نعرف اي حاجه. احنا ما نعرفش، احنا ما نعرفش عن الدوله دي حاجه، احنا طول حياتنا بندي للدوله، بس الدوله احنا بناخدش منها حاجه يا دكتور اسامه. انما هو الدواء بس اللي غلى يا دكتور اسامه، ما فيش ارخص من بني ادم، ده هو اللي بهدلنا وشحططنا ومرمطنا. الاستاذ بيقول لك مين اللي هيجي غير السيسي؟ على الاقل اللي جم قبل كده كلهم يا دكتور اسامه، لا باعوا تيران وسنافير ولا هربوا وتركيا اللي مسكت الاثار، ولا باعوا ميه النيل. انا بنتي نازله من فوق ديك النهار بتقول لي يا ماما الحاجه ده الميه مقطوعه من العاصفه، قلت لها ده على السيسي، ما هو باع النيل لاسلوبه. معانا ام عصام من مصر، اهلا بيك يا ام عصام. اهلا بيك يا دكتور اسامه. طبعا انا مش عارفه اقول حاجه بعد الناس، كل الناس اللي قالته ده صحيح، لكن انا بتكلم على اخطر حاجه في الموضوع، وهي اعاده تدوير الدواء. دي مصيبة موجودة في مصر، وياريت العلاج يغلى بس يكون بفايدة. للأسف إن عدم استيراد من قبل كورونا ومن حوالي 5 سنوات، إن الاستيراد لما المواد المصنعة للأدوية قلت، أنا على فكرة أنا مكنتش عاملة مداخلة، بس الناس قالوا لي خشي وقولي المعلومة دي، لأن إحنا تعبنا ومش عارفين نوصلها للمسؤولين. زي ما قلت بلاغ للنائب العام، أنا بقول كمان بلاغ للنائب العام، لوزير الصحة، للشعب فوقهم. إحنا بيتلعب بينا أحسن لعب، إحنا بنموت من كل حاجة، بنموت في الطريق، بنموت في العلاج، بنموت في المستشفيات، بنموت في القطارات، بنموت في الميكروباصات، بنموت تحت الأرض وفوق الأرض وفي كل حتة. إحنا هنسكت ليه؟ الراجل اللي بيقولك هيجي بعد السيسي مين؟ لا هيجي الاقتصاد الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ الاقتصاد والسياسة الدولية، هيجي في الصحة الدكتور جهاد الحداد، هيجي في الرياضة الدكتور ياسين، هيجي كل علمائنا العباقرة موجودين في السجون. يروح السيسي ويروح النظام العسكري في 60 داهية، مصر هتعيش من غيرهم، لأن مصر برجالها اللي بيحبوها بجد وبعلمها اللي بيحبها بجد، مش العلماء اللي بيجوا يتاجروا بيها. طيب مين هم أهل الشر؟ ده سؤال ساعة الاتصالات مع حضراتكم، وخليني أبدأ مباشرة بمجموعة من الاتصالات. معنا محمدين من ليبيا، أهلا بيك. هقول لحضرتك مين أهل الشر. أهل الشر دول الطرف الثالث، أهل الشر اللي حولوا العمرة من 5000 ل50000، أهل الشر اللي بيدفعونا شنطة إجباري ب750 جنيه في المرور، أهل الشر اللي غلوا علينا سندوتش الفول بقى ب6 جنيه. أهل الشر الطرف الثالث يا دكتور.
أهل الشر والكذابين اللي جنب منه الإعلام الكذاب والدولار اللي راح في 60 داهية والجنيه اللي ما بقاش لي لازمة وأهل الشر اللي رفعوا البنزين ورفعوا كل حاجة في البلد دول أهل الشر. مهندس أحمد ممدوح بعد بيقول سؤال جميل، أهل الشر هم اللي مضيقين على الناس الكلمة واللقمة، هم المطبلاطية من إعلاميين وفنانيين، هم البشوات من قضاء وجيش وشرطة لا ليهم محاسبة ولا قانون وعايشين عالة على المطحونين، هم الفاسدين من رجال دولة ورجال أعمال وأعضاء برلمان مفيش حد فيهم شايف غير مولانا وأحلام مولانا، هم خير الأجناد اللي سابوا البلاد والعباد للبيع، هم اللي أيدوا بكلمة أو بيد أو حتى بقلب ورقصوا وهيصوا، أسياد أهل الشر هم اللي جابوا الأصناف اللي فاتت دي كلها. شكرا جزيلا وأنا بشكرك جدا والله يا مهندس أحمد، كلام موزون جدا وفي الصميم. أهل الشر أنا أقول لك مواصفات أهل الشر وانت هتقول لي مين هم. ما تجاوبني على طول يا أسامة الله خليك، مين هم أهل الشر في رأيك؟ أنا أقول لك هم اللي بيعملوا كذا وكذا وكذا. اتفضل. تقول لي مين الأهل الشر؟ اتفضل يا أسامة. طيب أنا بالنسبة لي أهل الشر البني آدم اللي هو مش عايز مصلحة بلده، أهل الشر البني آدم اللي ممكن يستقوى بأجهزة أو دول أجنبية ضد مصلحة بلده، أهل الشر اللي بيشوف حاجات إيجابية حاجات بين يدي الشمس وينكرها ويشوهها، أهل الشر اللي هم مش حاسين إن البلد دي بلدهم، بيقول لك البلد دي تراب عفن طز في مصر، اللي بيشتموا بلدهم كويس. أهل الشر اللي هو بيكون بين إيدين المرشد بتاعه كالميت بين أيدي مغسله، بيقول له اهزم البلد اهزم اعمل كذا اعمل لاغي مخه كويس. دول أهل الشر. أهل الشر اللي بيكذبوا ليل ونهار، اللي ديلهم أكتر من 10 سنين بيكذبوا مش شايفين حاجة واحدة إيجابية في مصر، حاجات بتبقى. استنى أسامة، استنى أسامة، الحتة دي لازم أقطعك فيها. استنى أنا عرفت الإجابة، أنا عرفت الإجابة في آخر نقطة، بيكذبوا بقالهم 10 سنين يبقى أحمد موسى عمرو أديب على طول. أنا أشكرك والله إن أنت عرفتنا بأهل الشر. طب أنا أديلك مثل، أديلك مثل. لا خليك معايا أسامة، أنت أديلك يعني مثال. أحمد موسى قال إيه إمبارح وأنت قلت إيه إمبارح؟ خليك معايا بس، خليك معايا من غير أمثال، لأن أحمد موسى بصراحة لا خلينا أنا اسمع بس اسمع بس اسمع بس, 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 بس أنا أحمد موسى ما يشرفنيش والله خالص، وأبقى بقل بنفسي جدا إن أتحط معاه، أتحط معاه بجملة مفيدة، فأنا ما ينفعش تحطني في مقارنة معاه. استنى بس، استنى بس معلش، ما ينفعش تحطني في مقارنه معاه، يعني انا هبقى بقى اللي اعتبرها اهانه منك كانك بتشتمني لما تحطني مع مخبر امن دوله زي احمد موسى بجمله مفيده. انا بقول لك اهلا، السلام عليكم يا اسامه. عليكم السلام. طيب اسامه دلوقتي من مصر يا احمد، عنده مواصفات لاهل الشر انت اكيد سمعتها، ايه رايك في اللي قاله؟ هم دول اهل الشر من وجهه نظرك؟ لا طبعا، اهل الشر اللي هو اسامه اللي بيديهم الفرصه ان يخليهم اهل الشر، اهل الشر ان هم منعوا اهل الخير ان يكملوا الخير، أهل الشر اللي نزلوا بمئة جنيه وعشان ياخدوا كيس سكر وزيت ويمنعوا بقية حقوق البلد لأهل البلد، أهل الشر اللي ساكتين على الظلم وراضين بالنقص والذل وأنه يرتض وأنه بأصحاب اليد السفلى، دول أهل الشر. اللي بيدير البلد دلوقتي سيسي تافه ملوش 60 لازمة، ده حتة أراجوز، اطلع قول حاضر، انزل استخبى حاضر، خاف من نفسه، حتى لو في خيار معدي جنب منه هيخاف. اللي بيدير البلد دلوقتي هما محمود السيسي وأحمد شعبان وصحابته، طبعا تسلم الايادي، فعلا تسلم الايادي. هو في حد في الدنيا بيبيع حدود وترمى صنافير؟ هم من الاخوان اللي باعوا ترمى صنافير؟ انا اولا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اولا ما ينفعش اصلا انت تقارن قناه مكملين القناه العظيمه الجميله دي بالاعلام الفاسد المجرم اللي دايما بيحرض على يعني احمد موسى في مره حرض على القتل، ومحمد الباز برضه قبل كده حرض على القتل، فانت بتتكلم عن اعلام مجرم، اعلام فاسد، اعلام فاشل، ما عندوش يقدر يواجهك بالايه يعني يواجه الحقيقه. هو عنده يقدر يدلس على الناس، ده اللي هو يقدر يعمله، ان هو يدلس على الناس وينصب على الناس ويضحك على الناس، واصبروا شويه ده احنا الانجازات ده ادوني سنتين بس. وطبعا السيسي طبعا طبعا يديهم الجهاز سامسونج يبلغهم يعملوا كذا يعملوا. فانت ما تقارنش قناه جميله، قناه محترمه، اعلامي حر، اعلامي جميل. وانا بتشرف دايما ان انا لما بتكلم مع حضرتك يا دكتور اسامه، بس انا برضو ارجو من حضرتك ان انت لازما يعني ايه تنور الناس، انت ده دورك فعلا، انت قلت كده ان انا كشاف ضوء بنور الناس، لكن برضو ارجو من حضرتك ان انت توعي الناس برضو، يعني انت كشاف ضوء ان انت بتوعي الناس، وفي نفس الوقت كمان لازما تقول لهم ان يعملوا ايه، يعني انت بتدينا المشاكل وفي نفس الوقت تدينا الحلول. طيب
لاني ارجو من حضرتك برضو ان اكيد يا دكتور اسامه في ناس بتبقى نفسها حضرتك تعرف الحل ايه. ما هو انت هتنور لي الضوء على الفساد، لكن طب قول لي الحقيقه ايه. صحيح صحيح. اعمل ايه؟ انا بشكرك جدا يا عمرو، وانا بدعو فريق الاعداد اهو قدامك، بدعو فريق الاعداد قدامك للبحث عن رموز سياسيه ومفكرين مصريين وعرب نستضيفهم في اخر كلام عشان نتكلم معاهم الشعب المصري المفروض يعمل ايه. السيسي هو خايف منكم ليه؟ انتوا بتدوا معلومات صح. وواحد بيقول لك النهارده بيسالوا لميس الحديد وابراهيم محملات ازاي تحل الاقتصاديه، قال لهم اجيب عربيه نقص لا واثنين ينقلوا الخضار من سوق العبور. هل ده منطق النهارده؟ هل ده واحد يقدر يكون رئيس مصر؟ هي البدله جت عليه كبيره قوي، واخد بال حضرتك؟ فللاسف في للاسف الشديد هو طبعا ما زال يخاف منكم، وكل اعلاميين الفاشله احمد موسى ولا الباز ولا دول كلهم كلهم كذابين، كلهم بينلك كذب في كذب في كذب. يعني اتمنى تديني يعني وقت كده صغير اقول الافكار اللي عندي يعني بسرعه. يعني هو في الأول طبعا أنتوا عاملين جهد رائع ومحترفين في يعني في أدائكم الإعلامي، ده ما فيش شك فيه. ولكن بالنسبة لمسألة المعارضين، فهم المعارضين نوعين، يا إما مغيبين يا إما مصالح. فالمغيبين ما أعتقدش بعد أقطع حوالي 10 سنين أهو استيل في ناس مغيبة بسبب الإعلام وبسبب برضو الأوضاع في مصر. يعني مش بس المكملين اللي فضحت الأمور، ده حقيقة الأوضاع في مصر فضحت الأمور already يعني. أما أصحاب المصالح هيظلوا أصحاب المصالح ومش ممكن هيتغيروا يعني مهما عمل الإعلام، لأن دول أصحاب مصالح. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هو ليه خايف بقى؟ هو الخوف بيجي من فكرة إن الناس تتجمع وراء رأي أو فكرة أو شخص، هي دي الفكرة. فهو خايف أنه بسبب يعني إعلامكم يحصل أنه تجمع الناس، وده شيء خطير. والأخطر من كده أنه ممكن تصدر فكرة من خارج الصندوق هو مش حاطط حسابه عليها، ودي أخطر ما في القصة كله بقى. أنه حاجة يعني فكرة معينة هو مش عامل حسابه عليها تطلع عن طريق مكملين، لان هم دول هيظهروا الحاجات اللي زي كده مكملين او ما يشابههم يعني. وبالتالي يحصل اللي هو لا يحمد عقباه يعني، اللي هو مش عايزه. فيعني هو ده اللي انا شايفه خوفه من النقطتين الاخرانيتين اللي انا قلتهم دول، ان هو مش عايز يحصل تجمع ناس تتجمع، وان تصدر فكره من وراء مكملين او وراء ما يشابه مكملين هو مش عامل حسابها. أنا زميلنا المخرج أول مرة يسمع التجميعة دي، فبيقول لي الراجل ده يروح من ربنا فين؟ والله صحيح يعني، هو يعني حاجة لا إرادية كده لقيته بيقول لي الراجل ده يروح من ربنا فين؟ إيه الجبروت اللي بيتكلم بيه ده؟ فالحقيقة والله صحيح يعني، الراجل بيتكلم بجبروت رهيب، ده أنا حاجي مش عارف إيه وهقف قدام ربنا وهقول له إيه؟ هتقف أكيد، هتقف وكلنا هنقف. ساعتها الناس هتيجي تدور عليك، شوف يوم القيامة ما حدش هيبقى فاضل حد، بس أنا على يقين إن في ملايين المصريين هتسيب كل حاجة يوم القيامة تدور عليك أنت. عشان تقول يا رب اهو يعني مش هنسيبه، يعني ما ينفعش، لازم كده في مظالم متعلقه في رقبته فاحنا عايزينه. خلينا نبدا اتصالات على طول. ابو محمد من مصر، اهلا بيك. الراجل ده فعلا الكل مش مصدقه، لان الراجل ده فعلا كذاب، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تطع كل حلاف مهين، والراجل ده كثير الكذب وكثير الحلف. اول حاجه اقسم اليمين امام الدكتور مرسي عليه رحمه الله وخان القسم. تاني حاجة قال اللي ملناش طمع في حكم مصر وحاكم مصر. تالت حاجة قال لو الشعب قال مش عايزينك امشي او ارحل يا سيسي، الشعب كله بيقول له ارحل يا سيسي ما بيرحلش. باع الغاز، باع حدود مصر، باع الجزر، باع كل حاجة، باع البلد. تالت حاجة او رابع حاجة قال سيبوني 6 شهور سنة سنتين، وشغال ولا زال سيناريو الكذب شغال وبيكذب على الناس والناس بتصدقه، وفي لسه ناس للأسف بتصدقه. وسبحان الله ربنا دايما بيكشفه وبيكشف الكذب. طيب عايز أسألك يا أبو محمد، عايز أسألك بس معلش بتاعت. طيب عايز أسألك على حاجة، أنت قلت إن في ناس لسه بتصدقه، ليه بيصدقوا ليه؟ سبحان الله، ما هي الناس اللي بتصدقوا دولت حضرتك المنتفعين من وراها زي الجيش زي الشرطة بيتحاول لتصدقوا، لأنهم مضطرين يصدقوا أنا بستفيد من وراها. فالناس اللي بتصدقوا دي الناس المنتفعة من وراها. الراجل ده دكتور أفعاله منقضة أقواله، لأنه راجل كذاب ولا مؤاخذة
هو عامل زي العاهرة، تظن أن العالم كله عاهرات وهي الشريفة، لأنه رجل سيء جدا. الجملة اللي بيقولها يا دكتور شقين، شق بيقولها في الأول والشق الثاني بيكذب نفسه فيها، كذا وعد يوعد ولا نجد من وعوده شيء، كما قال الشيطان يعدكم الفقر. هذا الرجل كذاب، هذا الرجل ليس له مصداقية في أي شيء. أنا عشرت العسكريين أو معظم العسكريين، أقسم بالله يا دكتور نسبة 99% كذابين، ما فيهم حد صدق. هو يعرف إن فيه ربنا يا دكتور؟ لو يعرف إن فيه ربنا كان قتل. بالنسبة لأن هذا الإنسان كذاب، نعم هو كذاب. وأول واحد سعادتك اللي لقيت أول مسمار في نعش المؤسسة العسكرية والكذب بتاع المؤسسة العسكرية بالتسريبات اللي حضرتك شفتها من مكبلين في تركيا. الثاني كان الأستاذ محمد علي، ربنا يبارك في حضراتكم أنتوا الاثنين وفي باقي كل اللي موجودين برا، كل واحد بيكافح بطريقته وأسلوبه والهدف واحد لكن الطرق مختلفة. الحاجة الثالثة كذاب، كذاب، لأنه هو أول حاجة حلف باليمين اللي حلف قدام رئيس الجمهورية بأنه يحافظ على القانون، على الدستور والقانون وسلامة الوطن وأراضيه، وهو أول واحد باع أراضيه. تعالى يا فندم اتفرج عليه لما بتبقى قاعد قدام الرئيس مرسي رحمة الله عليه، وباصص للرئيس مرسي وبيتنمر، عينيه بتتنمر للرئيس مرسي وهو بيتكلم، وجنبه محمد إبراهيم بيشوف بعين واحدة، الاثنين بيتنمروا وبيلاغوا بعض. يعني الموضوع كان مخطط، ده من ساعة ما رئيس مرسي مسك رئيس جمهورية هم مخططين للانقلاب ليه. لماذا يهاجر المصريون؟ ده السؤال. وخليني كده أفتح تويتر مع حضراتكم عشان نشوف الناس بتقول إيه في إجابة هذا السؤال. طرحنا السؤال على مواقع التواصل الاجتماعي وقلنا للناس لماذا يهاجر المصريون، وكانت الإجابات كالآتي: عشان التعليم والصحة لأولادنا، بحثا عن لقمة العيش. دي نادية بتقول، منال سمير بتقول عشان التعليم والصحة لأولادنا، أبو بطوط بيقول يهاجرون من القهر، من الظلم، من صعوبة العيش، لانعدام الحرية، يهاجرون في نظام لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فؤاد من مصر، أهلا بك يا فؤاد. نفسي أهاجر أنا وعيالي، مش عارف أهاجر إزاي. الناس بتهاجر ليه يا دكتور؟ الناس بتهاجر يا دكتور من المصانع اللي اتقفلت وقاعدين في الشارع مش لاقيين ياكلوا، الناس بتهاجر من البيوت اللي اتهدد عليهم مش لاقيين سكن يسكنوه، الشاب قاعد على القهوة يا دكتور بيشرب بانجو وبيشرب بلاوي سودا عشان مش لاقي حاجة يعملها ومش لاقي شغل يشتغله. أنا حضرتك بشتغل شغلة بسم الله ما شاء الله بتكسبني ده، بس للأسف بشتغل في السنة كلها حوالي 3 شهور أو شهرين ونص، وبقيت السنة كلها قاعد في البيت. أنا بقى مبسوط، أنا بتكلم على ناس اللي مش لاقية تاكل ومش لاقية بيت ومش لاقية سكن ومش لاقية تتجوز ومش لاقية تعيش ومش لاقية أي حاجة خالص. أنا بقى الحمد لله معايا كل حاجة. طب عايز هاجر ليه أنا وعيالي وسافر ليه؟ لأني من الخوف يا دكتور، أنا خايف. أنا كل تليفون بيجي عليا من أولادي في الشارع بقول يا رب استر لا يكون حد اتمسك بيهم. أنا خايف لحسن يجي وقت من الأوقات يجي يطلع كوبري ولا يطلع جنينة ولا يطلع فسحية في بيتي فيهدهول علي أنا وعيالي. أنا كل في ناس كتير جدا يا دكتور خايفة، وناس مش لاقية تاكل يا دكتور ولا عارف فتعيش ولا عارف. ده احنا في كرب يا دكتور، والله ما حد حاسس بينا، أقسم بالله العظيم احنا في زمن عمرنا في حياتنا ما شفناه ولا هنشوفه. زمن هتلر كان أنضف من الزمن اللي احنا فيه ده. والله يا دكتور أسامة احنا عايزين نعرف ايه هو الوطن. الوطن حضن، الوطن حرية، الوطن أمن وأمان، الوطن تعليم، الوطن صحة، الوطن عشان يبقى في انتماء. طب لما أنا أفقد كل ده خلاص مفيش انتماء للوطن. أنا علي الزغبي، ابني في ليبيا. أيوة أنا ابني في ليبيا بقاله 20 يوم ما نعرفش عنه أي حاجة تبع الهجرة الشرعية في ليبيا، مش عارفة عنه أي حاجة خالص. طب ممكن تحكي لي بالراحة إيه اللي حصل؟ أيوة. هو أنتم منين وهو اتحرك إمتى؟ سافر برضو هجرة غير شرعية عشان ما فيش شغلة ما فيش حاجة، سنة 21 سنة، طلع ليبيا اشتغل سنة ونص، من سنة ونص سافر واشتغل في ليبيا عادي، وبعد كده حد قال له نسافروا على إيطاليا، بقاله 20 يوم ما نعرفش عنه أي حاجة، لا وصل ولا راح ولا جه. آخر مرة أكلمكوا إمتى؟ آخر مرة من 15 يوم ما نعرفش عنه أي حاجة. آخر مرة قالك إنه هو هيطلع في, في, في هجرة لإيطاليا؟ ما قلناش ده منه لنفسه من برا من ليبيا وماشي.
يعني انتوا عرفتوا منين ان هو هيروح ايطاليا من 15 يوم؟ من زمايله اللي حواليه, والفكره دي مش عارفه هي جت له منين اصلا. طيب زمايله اللي حواليه ما تواصلتوش معاهم؟ ما حدش قال لكم اخبار عنه؟ لا مش عارفين نتواصلوا خالص, ولا في حته ولا خبر. واللي هناك راحوا مستشفيات والراح. طب هو لا لا ما فيش اي اخبار عنه, بس راحوا سالوا في المراكز والمستشفيات ما فيش اي حاجه خالص. ممكن تقولي لنا اسمه؟ طيب قالوا يا اما هو سافر عدى ايطاليا او ما عداش. ابنك اسمه ايه يا مدام علي؟ اسمه رمضان اسماعيل مبروك زغلول من القاهره. اسمه رمضان اسماعيل مبروك زغلول, القاهره البحيره محل الفرنو. كان فين في ليبيا؟ في اي مكان في ليبيا اخر مره اتكلمتوا معاه؟ كان في ليبيا اخر حاجه بنغازي. بص, ما هو يعني سيبك من السياسه بجد بقى, يعني سيبك من اي حاجه, بس كده كتير بجد والله, كده كتير قوي. يعني ما هو انا مش دوري ان انا اتصل احاول ادور على الراجل ده, ده دور الدوله, ده دور البلد, ده دور اي بني ادم عنده دم في البلد دي يشوف الست اللي بتعيط اسمها مدام عليا ويدور لها على ابنها. يعني ما هو سافر ليبيا عشان يشتغل يا سيدي, خلاص امين ماشي سافر, بس هو هيسافر هجره غير شرعيه يا جماعه. ما في سفاره, في قنصليه, في دوله, في نظام, في اي حاجه الله يخرب بيوتكم. يعني في اي حاجه, في اي بني ادمين بيحسوا يعني كفايه بقى.